السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة في الحلقة اللي هتكلم فيها مع حضراتكم دي والكلام فيها أنا مش محضره، لكن أنا عندي رؤوس أقلام هتكلم من خلالهم في هذه الحلقة. طبعا النطاعة الإخوانجية وعدم الغيرة الإخوانجية وأيضا الخيانة الإخوانجية لا تخفى على أحد. قبل يومين طلع اللاعب المصري الهارب والمقيم في قطر محمد أبو تريكة اللي بيسموه أمير القلوب، وأنا مش عارف قلوب إيه اللي واحد هارب إخوانجي جبان زي كده هو أميرها. على أي حال، طلع أبو تريكة في مقطع على القناة الرياضية، وحضرتك ركز معايا في نقطة القناة الرياضية اللي بيشتغل فيها المفترض انه محلل لمباريات الدوري الانجليزي والدوريات العالميه الاخرى اللي واخداها قناه بين سبورت القطريه بشكل حصري، زي الدوري الفرنسي والدوري الايطالي والدوري الاسباني، البطولات العالميه والاوروبيه الى غير ذلك من هذه الامور. طلع محمد ابو تريكه وبيتكلم وبيقول، طبعا الكلام ده امتى؟ يوم ما اعلن عن مقتل الامين العام لحزب اللات حسن نصر اللات. ما هو دايما الاخوانجي كده تلاقي منه حته نتانه او حته قذاره، يطلع يعبر عن اللي في مكنونه وعن اللي جواه في موقف زي كده. الاخوانجي دايما بتفضحه المواقف. فطلع محمد ابو تريكه وبيتباكى بقى على حال الامه وحال العرب، واحنا لامتى هنفضل ساكتين؟ ومعلش يا اخوانا، القناه دي انا مش طالع من خلالها علشان ان انا احلل لكم مباريات رياضيه. اللي داخل هنا او اللي فاتح القناه دي او اللي مشترك معانا علشان فاكر انه هيتفرج على تحليل لمباريات رياضيه، انا بقول له اطفي القناه. انا بقى كحسين مطاوع بقول لمحمد ابو تريكه اطفى نور عينك. ليه؟ لان اللي اشترك في قناه البين سبورت يا معتو يا متول يا اخوانجي يا نتن يا نطع، اشترك في هذه القناه لأن هذه القناة بتقدم له المادة الرياضية اللي هو عايزها. هي احتكرت بعض الدوريات العالمية، بعض الدوريات الأوروبية، بعض المباريات، فأنا اشتركت بفلوسي علشان أتابع هذه المباريات، علشان أتفرج عليها، مش علشان أتفرج سياسة. وإلا أنا لو عايز أتفرج سياسة يا محمد يا أبو تريكة، أنا هشوف قنوات تانية كتير. عندي قناة العربية، عندي قناة سكاي نيوز عربية، عندي قناة الغد، عندي القاهرة الإخبارية، عندي القنوات المحترمة، القنوات الوطنية. مش هاجي أتفرج على قناة صهيونية زي قناة الجزيرة اللي أنت بتشتغل فيها واللي أنت ما بتفتحش بقك على أي مخالفة موجودة داخل البلد اللي أنت مقيم فيها، ما تقدرش تفتح بقك، لكن أنت فقط بتطلع تتنطط علينا إحنا وتطلع تبين اللي في مكنونك والوسخات اللي جواك على مصر وعلى جيشها وعلى رئيسها. وإن كنت ساكت لكن سكوتك فيه دلائل قذرة وسخة معروفة. صاحبنا طالع بقى بيقول انت قناة هنا بتقدم وعي وبتقدم معرفش اي وعي بتقدمه قناة الجزيرة. يا اخوانا انا عايز افهم ايه الوعي اللي قناة الجزيرة بتقدمه غير فقط التطبيل لبلاد معينة والتحريض على بلاد أخرى، التطبيل لقطر لتركيا لإيران، وطبعا الحركات المنبثقة منهم زي حركة الإخوان، زي جماعة حركة حماس، زي التنظيمات التانية المعروفة بقى. يا أخي ده أبو محمد الجولاني ده بتاع حركة النصرة السورية وصلوا له، بل أسامة بن لادن نفسه قبل ما اقتله قناة الجزيرة وصلت له في كهوف تورا بورا في أفغانستان وعملت معاه لقاء. يبقى دي قناة محايدة، دي يبقى دي قناة بتقدم مادة محترمة فيها توعية للمشاهد. فأنا أقدر أقول ورد على محمد أبو تريكة أن أنت فعلا مش محلل رياضي، أنت ما فيش عندك لا قبول إلا بقى عند بقى دلاديلك المعروفين، وما فيش عندك المادة العلمية اللي أنت ما درستهاش. انت يعني تخرجت من كلية اداب قسم اللغة العربية على ما اظن، وبعدين لعبت كرة في النادي الاهلي وكان ليك دور معين في النادي الاهلي زي ما قال الكلام ده عصام العريان، واللي نقل الكلام ده الاخوانجي التائب ثروت الخرباوي، قال ان عصام العريان اختار ان محمد ابو تريكة يفضل في النادي الاهلي. ليه؟ علشان يجند ناس معاه. فكان محمد أبو تريكة تم اختياره وما طلعهوش في أثناء شهرته، في عز الشهرة اللي كان فيها،
كان بيجي له عقود احتراف في دول اوروبا، قالوا لا عصام الاعلان قال لا احنا عايزينه هنا في الاهلي. هذا دليل لاختراق الاخوان يا اخواننا للنادي ده. ف بيقول او انا برد عليه وبقول انت فعلا مش محلل رياضي، لان انت من يوم ما عرفناك وانت خبيث وانت بترمي كلام كده يا اخي، ده ما طلعش اتكلم حرف واحد كتعزية للجنود المصريين اللي كانوا بيستشهدوا كما نحسبهم عند الله سبحانه وتعالى بسبب الضربات الداعشية او الضربات الاخوانجية او التفجيرات. لا جنود الجيش والشرطة شافوا منه تعازي او اي مناسبة في اثناء ما كانت مصر بتتعرض للمشاكل اللي كانت بتتعرض ليها، ما شفناش من محمد ابو تريكة اي حاجة. النهاردة طالع تنظر علينا وطالع تتكلم وطالع تهرتل وتهبل وتقول ان انت مش شغال محلل رياضي. فعلا انت مش شغال محلل رياضي، انت طلعت اللي جواك، انت عرفتنا انت ايه بالضبط. انت طالع تتباكى على كلب شيعي رافضي عميل للصهاينة حسن نصر اللات، وطالع تقول ان الامة معرفش مستكينة وان الامة معرفش ضاعت. المقطع موجود اللي حضراتكم حابب يشوفه، لكن طبعا علشان موضوع الكوبي رايت فممكن حضرتك ترجع له، موجود على جميع المواقع، بس لو كتبت كده كلام ابو تريكة في قناة الجزيرة. فالاخوانجية يا اخوانا لا يتغيرون، اسلوبهم ما بيتغيرش ابدا، كما عرفناهم خونة عملاء ضد استقرار بلدنا، بيتحججوا طبعا بالفلسطينيين وغزة والقضية الفلسطينية وغزة العزة، وهو ماسك ايفون صهيوني في ايده. طب ما تقاطع انت بقى، تدعو الناس لمقاطعة البيبسي والكوكاكولا والشويبس والشيبسي ومش عارف ايه، وسايب الحاجة المهمة جدا الايفون اللي في ايدك امريكي. يا اخي ده انت بجح، يعني ما اشد بجحتك بالفعل. ده كان نموذج من النماذج الاخوانجية. النموذج الثاني التافه، التافه النطع الاخر سلامة عبد القوي. والحقيقة ان الكلام في هذا النطع يعني لن يكفي، لن يكفي، لانه فعلا نطع. الدياثة يا اخوانا، الدياثة ليست فقط ان يكون الانسان عديم الغيرة على اهل بيته، بل ايضا يكون عنده عدم غيرة على وطنه وايضا على دينه. فلما يطلع واحد بينسب نفسه لاهل العلم ويقول انه من خريجي الازهر سلام عبد القوي، ويطلع يطبل للشيعة ويدافع عنهم وينتقص من قيمة البلد الحرام المملكة العربية السعودية، فده نسميه ايه؟ ده نسميه على طول نطع ديوث لا غيرة عنده. انسان عديم الغيرة، عديم الغيرة على دينه اولا، ثم عديم الغيرة على وطنه. طالع بقى سعيد وفرحان وماشي في الشارع. تعالوا نشوف المقطع الفضيحة بتاع سلام عبد القوي اللي كان في تركيا. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. إنها تحترق، سلمت أياد إيرانية تضرب رؤوس الصهيونية، فالله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين. إن شاء الله النهاية اقتربت بإذن الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شايفين ماشي ازاي؟ ماشي زي لهبل في الشارع. ده شخص معتوه ترللي، يعني ما صدق انه لقى حاجة علشان يشتغل عليها. الناس دي اخواننا فعلا فقدوا كل شيء. سلام عبد القوي من شدة حقده على بلده مصر، بل على البلاد العربية كلها، اصبح دلوقتي في صف الروافض اللي هم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى منه اي غيرة على صحابة النبي، بل انه طالع يدافع عنهم. طب يا بغل يا نط، المقاطع بتاع هؤلاء منتشرة في كل مكان. يعني نجيب لك من كتبهم وائمتهم لغاية اخر شيعي موجود دلوقتي. شوف ياسر الحبيب الموجود في بريطانيا بيقول ايه، شوف كتاب مثلا بحار الانوار الشيعي، شوف كتاب الحكومة الاسلامية للخميني نفسه، كتاب بحار الانوار للمجلسي، شوف كتاب الانوار النعمانية لآية الله النعماني بتاعهم ده، شوف كل كتب الشيعة، شوف كتاب الكافي
الكتب المعتمدة الأصول اللي عندهم، شوف قايلين فيها إيه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش هقول قايلين إيه عن أهل السنة، لكن أنا هقول قايلين إيه عن الصحابة. ومع ذلك يطلع النطع ده اللي ما عندوش غيره ده ويقول لك إن الشيعة لا يسبون الصحابة، وطالع بقى يلف في الشوارع والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هي الصواريخ دي يا ابني 200 صاروخ عملت إيه؟ ولا حاجة، ولا الهوى يا اخوانا ولا اي حاجه. احنا نتمنى ان الصواريخ دي تدك اسرائيل دك، وفي نفس الوقت نتمنى ان اسرائيل تدك ايران دك. احنا عايزين الاثنين يخلصوا على بعض، احنا عايزين الاثنين يخلصوا على بعض. انما ده انسان عديم كل شيء، عديم كل شيء. مش سلام عبد القوي بس، لا ده ثالثهم من نطعهم، النطع الثالث محمد الصغير اللي طالع هو كمان يقول لك اذا كنتوا بتقولوا على الصواريخ دي ان هي صواريخ كرتونيه فيا ريت نكتر منها. طب ما هم كتروا منها، طب ما هم ضربوا 200 صاروخ وما فيش لهم اي نتيجه. الناس دي زي ما بقول لحضرتك كده فقدت كل شيء، بيدوروا على اي حاجه، اي حاجه ينالوا من خلالها من مصر اولا اللي هي بلدهم. ولذلك انت لن تجد، والكلام ده قلته من سنين من بدايه هروبهم من مصر، وبكرره برضو علشان اللي ما سمعوش مني. الناس دي هدفهم الأكبر الدولة المصرية، لأن مصر شاءوا أم أبوا هي كبيرة العرب. العرب بدون مصر هيكونوا ضعاف، دي حقيقة، وهذا ليس فيه انتقاص لأي دولة عربية، لكن هي دي الحقيقة، مصر هي كبيرة العرب. فلذلك خطة الناس دي أخوانا أن هم يضعفوا مصر، فإذا ضعفت مصر وجيش مصر لا قدر الله استبيح العرب واستبيحت بلادهم. علشان كده بتلاقي التركيز كله على مصر، وتلاقي الحقد كله ضد مصر. يا أخي قنوات فضائية أنشئت مخصوص علشان مصر، عشان تحارب مصر في تركيا وفي بريطانيا وفي بلاد تانية، يعني زي المغرب قناة المغاربية، في الجزائر قناة الشروق، قنوات أنشئت فضائيات علشان فقط تحارب مصر. الفلسطينيين الحمساوية داخل غزة سايبين قضيتهم وسايبين المصايب اللي هم فيها وبيتكلموا عن مصر وبيشتموا في مصر. السودانيين طبعا شريحة منهم اللي هم شريحة الكيزان سايبين البلاوي اللي في السودان وتشردهم من بلدهم والمصايب السودا اللي هم فيها وبيتكلموا عن مصر وبيسبوا مصر وبيحاولوا انهم ينرفزوا الشعب المصري ويتكلموا في رئيس مصر. هذا الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى حافظ به هذا البلد وقدر انه بفضله سبحانه وتعالى يقوم تاني بالبلد وتبقى مصر وجهة للعالم كله، لكن تقول ايه؟ تقول ايه؟ جماعة خاينة، جماعة يعني لا يتقون الله في اي شيء. دول كانوا نماذج بس، يعني انا علشان انا بين لحضرتك ان الناس دي ما بيتوبوش، الناس دي ما بيتوبوش، انت واخد بال حضرتك؟ وعندنا مثل بيقول ان تابت الايه عملت ايه، بلاش نقوله بقى. فدول ما بيتوبوش، الاخوانجي مبتدع، يظل الاخوانجي اخوانجي كما هو. نسال الله ان يخذلهم وان يكفنا شرهم، اساله سبحانه ان يحفظ بلادنا كلها من كل شر، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.